وفي المناسبة ذاتها قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على منصة إكس: رمز اتحادنا، راية مجدنا، علم دولتنا، علم الإمارات العربية المتحدة. لليد الممتد قصة. والكل قصة أبطالها. وطموحاتها وأحلامها. فيها عطائنا بلا حدود. وفيها قوة إنجازاتنا. لكل قصة ألوانها اللي توحدها راية. وقصتنا هي علمنا.